بطلة حكايتنا النهاردة هي المهندسة ياسمين ورداني. هي مهندسة متخصصة في الأساس والديكور ودارسة أكاديمية، يعني متخصصة أكاديميا في الديكور والأساس، مش واخدة الموضوع فهلوة. عاشت في ألمانيا لسنوات طويلة، والدتها في الأساس ألمانية، يعني تأثرت بشكل كبير جدا بالستايل الأوروبي، ونجحت بجدارة في أنها تجمع ما بينه وما بين الطراز العربي الإسلامي، ولكن بشكل عصري جدا. هي فعلا كمهندسة ديكور فريدة من نوعها، ونجحت في تقديم نوع جديد من الأساس والديكور يتسم بالحداثة ولكن له جذور. خليكم معنا. السيدة ياسمين ورداني مهندسة ديكور وأساس مختلفة بكل المقاييس، ودرسة للتصميم الداخلي والأساس، وحصلت على ماجستير في العمارة والفنون الإسلامية. لمستها بسيطة وعصرية، وكل قطعة بتصممها لها استخدام ووظيفة مذهلة فعلا. المهندسة الراقية ياسمين ورداني، والدتها اسمها لويزا ورداني، وهي من ألمانيا وتحديدا من مدينة أخن، ووالدها هو المهندس عبد المنعم ورداني، وهو مهندس ميكانيكا وكان بيشتغل في ألمانيا. واتولدت في مدينة أخن الألمانية المهندسة ياسمين ورداني، وعاشت أكثر من 12 سنة في ألمانيا قبل ما يقرر والدها عليه رحمة الله عودة الأسرة لمصر من حوالي 40 سنة. ومن وقتها ووالدتها مدرسة في المدرسة الألمانية في القاهرة، وتوفاها الله من حوالي 3 سنين. أما أولاد المهندسة ياسمين ورداني فهم يوسف اللي درس اقتصاد في ميونخ بألمانيا، وبيدرس الماجستير في جامعة LMU بميونخ، وعالية اللي تخصصت في العمارة وبتدرس الماجستير في جامعة TUM بميونخ، والاتنين بيشتغلوا في ألمانيا، ما شاء الله ربنا يحميهم. أما زوج المهندسة ياسمين ورداني فهو الدكتور محمد فريد رعية، استشاري أمراض الذكورة في كلية الطب جامعة القاهرة. ومفيش جدال إنها تأثرت بالستايل الأوروبي البسيط في الأساس والديكور، وخصوصاً إنها بتسافر دايماً لألمانيا للاحتكاك بمدارس الديكور العالمية، والنهاردة بقى ليها مدرسة خاصة في الدمج ما بين الستايل الأوروبي والطراز الإسلامي العربي، ولكن بشكل عصري مدهش وحداثة فريدة من نوعها. ركزوا معها.